نحن نعلم أيضا بأن سماحة السيد مقتدى الصدر فاعل سياسي اجتماعي ديني مهم في العراق، لكن كما أسلف لربما سماحة السيد في أيام قادمة سيراجع تغريدته، لأن نعرف شنو استعجل بها يعني تقريبا يعني غير دقيقة السيد يعني التغريدة يعني باعتقادي يعني نوعا ما ظلم الدكتور برهم صالح، باعتبار يعني الدكتور برهم صالح يعني منذ تولي رئاسة الجمهورية لحد الآن لا يوجد عليه أي ملاحظة.